حول قضية اللون والطرز الخاصة بثياب المرأة المسلمة. كلنا يعلم بأنه على المرأة أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه واليدين، وعند السادة الأحناف لا يرون بأن قدم المرأة عورة، وبالتالي يعني هذا هو القدر المسموح أن يظهر. طيب، يبقى بعد ذلك هذه الثياب، هل اشترط فيها لون معين؟ يعني الملابس اللي بتلبسها النساء، هل هناك لون مراد بأن المرأة ترتديه دون غيره؟ وهل هناك طراز، يعني تفصيلة معينة المرأة تعمل طرز هذه الأردية وهذه الملابس على طراز بعينه؟ ولا هي من الأمور التي تخضع بطبيعة حياة الإنسان إلى الثقافة التي تعود إليها البلد؟ إذن هي من أمور العادات التي يحكمها الشرع الشريف، ولكن يحكمها في إطار رعاية أنها من الأشياء التي تعود إلى عادات الناس واللباس الخاص بزي أو الزي الخاص بأهل كل بلد. وبالتالي الإسلام، لأنه دين سماوي، دين الذي آخر الزمان، لابد أنه يضع مجموعة من الأحكام والشروط والآداب تحكم هذا الزي الشرعي دون تضييق على عادات الناس وعلى ما ألفه الناس. طالما ما يألفه الناس لا يتصادم لا في شكله ولا في جوهره ولا في مقصده مع حكم من أحكام الشريعة الغراء، ولا مع أدب من آدابها الرفيعة العالية، فبالتالي هو أمر مقبول. نعود إلى قضية إن اللون، هل هناك لون محدد للمرأة إنها ترتدي؟ يعني هل هناك لون مطلوب من المرأة دون غيره إن هي ترتدي؟ الحقيقة لا، أو لم يشترط الشرع الحنيف لا اللون ولا الطراز، إنما الشرع الحنيف وضع باقة من الآداب والأحكام، هذه الأحكام وتلك الآداب تصلح المرأة زيها وفق هذه الأحكام والآداب على مر الزمان وعلى مختلف الأمكنة وفي مختلف الأمكنة التي تعيش فيها النساء. طيب معلش، هنستأذن بقى كده المشاهدين، نعود بس ننهي الموضوع اللي ابتديناه مع حضراتكم، وبعد كده نبدأ في الرد على أسئلة حضراتكم في انتظار المزيد إن شاء الله. وبس برجع عشان القضية دي كانت بتثار من وقت للتاني، أخت كريمة سألت على الهوى في البرنامج، وبرجع تاني بنقول إن قضية الطراز وقضية اللون بالنسبة للزي الشرعي للمرأة المسلمة لا يشترط فيه اللون ولا يشترط فيه الطراز، وده من حكمة هذا التشريع العظيم. ليه؟ لأنه دي من أمور العادات، وأمور العادات دي بتخضع فيها للوقت اللي وجد. انتوا لو بترجعوا فيه هناك مراجع وكتب كبرى عن الأزياء في المرحلة التاريخية معرفش كذا اللي بتنتمي للبلد المعينة في وقت كذا، والأماكن كذلك بتؤثر على شكل وألوان هذه الأزياء. وبالتالي ليس من المعقول أبدا أن ينص الشرع الحنيف وإنه يحدد لون محدد وطراز محدد، ده شيء بيتنافى مع طبيعة الإنسان على هذا الكون. إحنا حتى بمنتهى البساطة إذا بندخل، حتى لما بنروح الحرم الشريف في مكة المكرمة أو بندخل مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بنجد إيه؟ بتجد يعني ألوان كثر، وبتجد أزياء كثيرة جدا. حتى إحنا بنعرف هذه البلاد التي ينتمون إليها من أشكال هذه الأزياء التي يرتدونها، وبالتالي ما هنا ليس هناك تحديد للون معين. إذا اختار أو اختار الطائفة أنها تحدد لنفسها، فلا يمكن ولا يجب إن إحنا نقول إن ده ينتمي إلى الشرع الحنيف، لأن ده كده اعتداء صارخ على شرع الله سبحانه وتعالى. إنك تلبس النساء لون معين وإنك تحكم عليهم بأزياء أو بأردية معينة وأقول إنه ده من الشرع الحنيف، هذا اعتداء صريح على شرع الله. تعال نشوف بعض من هذه الأدلة الكثيرة. الإمام البخاري في صحيحه هنجد في كتاب الحج ما يلبس المحرم من الأردية والأزر، هتجد إنه جايب إنه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أحرمت ولبست الثياب المعصفرة. الثياب المعصفرة أي المصبوغة باللون الأحمر. العصفر ده نبات صيفي بيستخرجوا منه مادة، هذه المادة بتصبغ باللون الأحمر. وبالتالي نقدر نرجع لأي من المعاجم ونراجع هذه المادة، مادة عصفر، عشان نشوف
ايه اللون ده، اصل النبات ده ايه، ايه اللون اللي بيستخرج منه، وبيستعملوه كصبغ لصبغ الملابس به. فكانت رضي الله تعالى عنها امنا السيدة عائشة تحرم في هذا اللون ورؤيت على ذلك. مين كمان في كتاب الحج كذلك، في طواف في صحيح البخاري، في طواف النساء مع الرجال، تجد كذلك أثبت الإمام البخاري بما رواه في صحيحه من أن السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها رؤيت وهي مرتدية لدرع لونه وردي، يعني مصبوغ بلون من ألوان الورد. دي أكتر من رواية، فيعني خير طيب النساء ما ظهر لونه. فإحنا بالتالي بنقول حاجات ملهاش أصل. طب الصحابيات كتير ورد عن أمهات المؤمنين وعن الصحابيات ممن رؤوا حتى قبل ضرب آية الحجاب، لأنه يعني آية الحجاب خاصة بآية الحجاب، يعني هذا الستار اللي كان بيستر به نساء بيت النبوة عن أنظار الرجال. ولكن حتى لما في المرحلة اللي احنا كان الصحابة بيشوف فيها أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، ده ما ثبت. وكذلك الصحابيات، يعني عندنا السيدة عائشة بتحكي عن زوجة من زوجات الصحابة اللي جات تشتكي لأمنا السيدة عائشة، وبتقول السيدة عائشة، ودي برضو موجودة في صحيح البخاري، إن اللون الخمار أي غطاء الرأس الذي ترتديه لونه أخضر، لونه أخضر. إذا ثبت لبس الألوان في ذلك، وفي عندنا أدلة أخرى كثيرة جدا. فبالتالي أنا مشترط علي أو يشترط علي في زي الشرعي إن أنا ألبس لون محدد وهو الأسود، هذا لم يرد به نص، ومن قال ذلك فقد اعتدى على شرع الله، لأنه لا شرع إلا بنص. كذلك لا يوجد التزام بشكل معين، إنما مواصفات إحنا بنلتزم به، إن يكون هذا الرداء لا يصف لا يشف، وهذا ما يعني استنبطه السادة الفقهاء وتحدثوا عنه. بعضهم بقى تزيد في ذلك وقال من باب سد الذريعة. لكن يا أحباب، وقلنا هذا الكلام قبل كده وبنرجع نكرره مرة تانية، إنه لا تنطلق بينا قاعدة سد الذريعة، وهي إن إحنا نغلق بعض أبواب الحلال خشية الوقوع في الحرام، إلى إن إحنا نضيق على النساء وتبقى المسألة إن أنا كأني يعني بسوق الناس إلى شرع جديد. لا، الشرع واضح وبين، ونسد الأمور التي غلب فيها الفساد، مش الأمور التي يندر أو التي يعني لا ينتشر فيها الفساد، وتبقى دي أو تصبح هذه القاعدة كأنها سيف مسلط على رقاب النساء. الإنسان إذا بيتكلم يتكلم بدليل واضح، يتكلم بأدلة واضحة اللي هي أساس استنباط الأحكام الشرعية، فلا نلزم الخلق بما لم يلزمهم به الله سبحانه وتعالى. دي من الأمور اللي لابد إن احنا يعني تتضح. فأنا أقدر ألبس أي لون أنا عايزاه، أقدر إن أنا ألبس أي زي أنا عايزاه، وقدر الزينة المسموح به شرعا في زي المرأة المسلمة بيعود إلى العرف الغالب في كل بلد وإلى الطريقة الغالبة. افرضوا العرف اللي غالب في بلد ما بيخرج عن الأحكام والآداب الشرعية، أنا برد الزي اللي أنا بلبسه إلى المواصفات الشرعية التي هي معروفة ومعلومة من الدين بالضرورة. إحنا ما عندناش هذا التشدد وهذا التنطع، إنما ديننا دين يسر وسماحة وسلاسة، لا يحرم الإنسان من أنه يتزين بطيبات الحياة الدنيا التي أحلها الله في حدود الضوابط الشرعية التي يعني كلف بها الإنسان أن يلتزم بها.